اهلا وسهلا، احييكم وارحب بكم اجمل ترحيب. اسمي ليث حسين واعمل في جامعة مابوغ، وساقوم بارشادكم جنب الى جنب مع انعام ويورجن خلال هذه الدورة لكي تتمكنوا من تحسين نطقكم للغة الألمانية. في الدرس الاول جمعنا لكم اولا تلك الاصوات التي هي بالنسبة لكم جميعا معروفة جيدا في اللغة العربية، ألا وهي الميم والنون والفاء والهاء والشين والياء والحاء والجيم. لكل واحد من هذه الأصوات هناك شريط فيديو قصير مع شرح وكلمات أعطيت كأمثلة. بإمكانكم هنا وبكل بساطة ترديد الأصوات مع التسجيل أو إيقاف التسجيل للتدرب والتمرن. في نهاية هذا الدرس سوف نعرض لكم مرة أخرى الحروف التي من خلالها يمكن كتابة أصوات كلمات هذا الدرس، لتعطيكم خيارا إضافيا لممارسة التعلم والتدرب. لذلك تابعوا شريط الفيديو واقرأوا النصوص المرافقة أو المصاحبة، وفي نهاية المطاف تمرن وتدرب على نطق الكلمات. أرجو لكم قضاء وقتا ممتعا.